السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الجديد سوغ كيزاكو بوان كوم. نشوف في الحصة ديال اليوم واحد بتيت ابليكاسيون لونغاج سي، ندير بتيت جو كي اللي نسميها لو نومبغ ميستير. هاد لو جو الهدف منه هو اني نطلب من المستعمل ديال البروغرام انه يقدر لي واحد الرقم، يقش عليه واحد الرقم. انا هنا كتبوا قدامكم واحد الشيما ديال هاد لو جو. هاد لو جو برانسيب ديال لو جو شنو هو بعدا؟ هو انا كنقول ليه عطيني رقم، قش عليا الرقم اللي مخبيه هنايا. هو الا قال لي مثلا فرضا انا قلت ليه الرقم اللي مخبيه هو 5، هو ما يكونش راسو 5 وجا قال لي راه هو 4، انا غنقول ليه سي بلوس. ستادير كوا سي كو كتر من هاد الرقم اللي طلبتي. هو قال لي 4 وانا الرقم ديالي 5، دونك نقول ليه عطيني كتر، زعما ان 4 راه صغر من هذاك اللي بغيت انايا. قال لي 6، نقول ليه لا سي عطاني قل. كما كتشوفوا هنا في الشيما كنقول ليه اول حاجه كيدير البروغرام ديالي كيقرا لا فالور ا، يعني لا فالور ا كنقصد بها لا فالور سيزي بار لوتيليزاتور، وكان فيريفي زي اي تافيريو غ ام، ام هو داك لو نومبغ ميستير ديالي. الا كانت اصغر من ام كنكتب ليه ميساج سي بلوس، يعني ان العدد اللي بغيت انا كبر من هذاك اللي سيزيت. وكيعاود تاني وكا هو كتب عدد كبر من ام ديالي غنقول ليه سي موان، غنقول ليه يعني عطيني قل. اوكي غنديرو ليك بتيت اكزيكيسيون قدامكم باش يبان ليكم. انا ديجا درت البروغرام اكزيكيسيون ديال هادشي باش يبان ليكم. كندير بيلد ران، هنا كيقول لك في ديفيني لو نومبر ميستير اونتر 1 اي 10. فرضا انا كتبت ليه 6، اش كيقول ليا هو؟ كيكتب لي سي بلوس، يعني عطاني كثر من 6. كتبت ليه مثلا 10، قال لي سي موا، يعني عطاني قل من 10. من هنا كنعرف ان العدد ديالي كبر من 6 وقل من 10. نعطيه مثلا 8، 8 قال لي سي بلوس، عطاني كبر من 8. دونك من هاد النتائج كنستنتج بان شي واحد صغر من 10 كبر من 8 غيبقى لي 9. كيقول لي برافو زافي تخوفي نون ميست. تقريبا نقول هذا هو الهدف من هاد الجو. هذا هادشي كيفاش بروغراميتو باش ولا كيلعب بحالو. اول حاجه كنديرو كنديفيني دو نومبغ، لو نومبغ ميستير ديالي و لو نومبغ اونتخي، يعني هاد لو نومبغ هذا بهاد لافاريابل هادي غوبريزونت هداك لو نومبغ سيزي باغ لوتيليزاتور. هاد لو نومبغ ميستير هو لو نومبغ ميستير ديالي. هنا جي ديفيني دو كونستونت، وحدة سميتها ماكس صحتك لي 10، وحدة سميتها ميل. علاش؟ باش العدد ديالي ميستير يكون محصور بين 1 و 10. هنا كندير كونستانت باش الا بغيت مثلا من 1 حتى 20، من 5 حتى 15، فهمتي داك المجال اللي يكون موجود فيه داك العدد السحري الا بغيتو تسميوها. كاين واحد لا ميثود سميتها اس راند كتعطي تايم لين هاد لي دولين هادو سير جينيري هذاك لو نيميرو ميستير ديال. كنقول البروغرام هو لي جينيري ليا، مكنجينيش انايا. قول لي انت عطيني واحد الرقم محصور بين 1 و 10 وكنكتب ليه بحال هكا. كندير ليه راند موديلو ماكس موان مين بلوس ان، هذا العدد اللي كيعطيني كنزيد عليه المينيموم. هذه هي لا فورمول باش نجينيري ان نومبر الياتوار اونتخ ان اي 10، اونتخ زعما لو ماكس اي لو مين. ومن بعد كنافيشي لي ميساج في ديفيني لو نومبر ميستير اونتخ ان اي 10. هنا كندير ليه هاد لي تريب كلوار وكندير واحد لا بوكل دو واي. دو واي سي كما شفنا في الدروس السابقه، دو واي سي تين بوكل اللي كتقول ليه دير طونكو ما حدد لا كونديسيون افري. لا كونديسيون عندي هنا هو ان لو نومبر لي سيزه هو يخالف هذاك الرقم اللي عندي انا، يعني هذاك لو نومبر ميستير. هنا سولون داك الشيما اللي ورينا قلتكم قبيله اش قلت ليه؟ قلت ليه الا كان اصغر من ام كتب سي بلس. شي ديك شي كيدير عندي ها ا ها ام، دابا ام كبر من ا كنقول ليه سي بلس، و الا كان ام صغر من ا كنقول ليه سي موان. كيما هنايا ام صغر من ا كنكتب ليه الا كان توي سي موان. ايلس يعني ما هذه ما هذيك، دونك اوتوماتيكمون تلقى الرقم ديالي. علاش؟ لان هنا كنقولوا ا اصغر قطعا من ام، وهنا ا اكبر قطعا من ام. الى ما هو اصغر قطعا من ام ما هو اكبر قطعا من ام، فانه غيكون بطبيعه الحال هو ام. اونكرو هذا هو البروغرام كيما تشوف ليكزيكيسيون راه سا ريبون ان اوتر بيزوان
نعاود لونسي اكزيكيسيون قبيله كان عطاني رقم 8 رقم 9 نعاود لونسي باش نشوف الرقم اللي غيعطيني هنا نعطيه 9 قال لي موا عطاني اقل من 9 نعطيك 3 قال لي سي موا نعطيه 1 قال لي سي بلس اذا اوتوماتيكمون غيكون هو 2 لاحظتوا هنا اللي نقدر نزيد انا هذا البروغرام ديالي نزيد لي مثلا عدد المحاولات انه ما يفوش ليا 5 المحاولات ياك لهذا الغرض غندير غنزيد فاريابل اخر نسميه نومبر اس سي يعني عدد المحاولات حتى هو انيسياليزي زيرو وندير كونستانت نسميها اس سي اللي هو لو نومبر ديال لي زي سي ماكسيموم اللي غنعطيها هنايا اوكي غنجي هنا نقول لي ديفيني لو نومبر ميستير اونت 1 اي 10 او موان 2% تي اس سي وهنا نكتب لي دي غنعطيها لا فالور اس سي داك لا كونستانت اس سي يعني قشع ليا الرقم بين 1 و10 في اقل من 5 المحاولات مثلا وغنجي هنا غنقول لي وقت ما غيبدا هذاك عدد المحاولات نومبر اس سي غيت اوغمونت يعني ملي غيبدا في الاول يلعب نومبر دي سي غيولي 1 غيلعب تاني نومبر دي سي غيولي 2 3 4 5 بقى لي دابا نزيد الشرط هنايا في لابوكل واي شنقول لي غنقول لي ان عدد المحاولات ديالي يعني نومبر دي سي خصو تبقى تبوكلي ما حد له نومبر دي سي اصغر من اس سي ديالي ما حدو صغر منه وانت كتبوكل اوكي نعاود نشوف البروغرام ديالي هنا نسيت واحد البوان فيركول ما ننساهاش نزيدها ونبيلدي ونشوف كيسكو سا دون كنلونسي البيلد ما سينيالي ليا والو كندير ران كي كيعطيني ان نومبر عطيته 4 قال لي سي بلس يعني خصني نعطيه اكثر من 4 عطيت 8 برافو انا طحت لي في المحاوله الثانيه وكتبها ليا قال لي فو زافي اي بوزوان دو دو زي سي بور دوفينير نومبر ميستر كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الحصه ديال اليوم ونضرب لكم موعد جديد وحصه اخرى سوغ كيزاكو.com كان معكم رضوان السلام عليكم